عندك آلام أسفل الظهر سواء من التمرين أو من الدوام أو من لعب الكورة، هاي جهاز تدليك من شركة برودو لتدليك أسفل الظهر وبعد الساقين. الشحنة الواحدة تقريبا تم شغال معاك ساعة ونص. في أكثر من وضعية للمساج، مجرد ما تم الضغط على زر التشغيل وتشغله تضغط تغير الوضعية وتضغط تغير الوضعية. بعد في 4 وضعيات للتدليك، وتشوف الطريقة اللي تريحك أو الطريقة المناسبة وتستخدمها. وطبعا تقدر تتيد على حسب حجم الخصر أو حجم الظهر. طبعا الجهاز مناسب حق الشباب ومناسب حق البنات. ومع الجهاز في ريموت تحكم، تقدر تتحكم بالجهاز من خلال هذا الريموت، سواء برفع الدرجة أو تخفيفها أو تغير المود، أو من خلال إن شاء الله تريكلس وتريح نفسك من آلام وشدود العضلات في الظهر والساقين. متوفر عندنا في متجر سيركت ستور، بتحصلونه في قسم أخرى.